الكرة المصرية ونروح بقى لاستعدادات النادي الأهلي لمباراة مهمة جدا ومصيرية أمام المقاولون العرب، ممكن نتيجتها تحدد بنسبة كبيرة من الفائز ببطولة الدوري. هناخد آخر استعدادات النادي الأهلي من خلال مراسلنا شريف شعبان المتواجد حاليا في النادي الأهلي بعد انتهاء التمرين مباشرة. مساء الخير يا شريف. الخير عليك يا زميلي احمد، تحياتي ليك وتحياتي للاشرف نقل الراديو في مصر طبعا استاذ ابو شبدود. شكرا جدا، العفو. ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الله يكرمك. اخر استعدادات النادي الاهلي النهارده ايه؟ النادي الاهلي النهارده كان في تمرين الساعه 9 مساء. خلينا اقول لك ان طبعا النهارده تمرين الساعه 9 مساء الاحد والاثنين 6 مساء برضو. يوم الثلاثاء باذن الله هيكون تمرين صباحا، وبعد انتهاء التمرين هيكون معادره لبرج العرب طبعا الشغال لمباراه المقاولين العرب يوم الاربعاء باذن الله يكون الفوز حبيب في النادي الاهلي فيها. النهارده تمرين النادي الاهلي يمكن كان في 6 مساء مثل ترتي اتبع مع اللاعبين حوالي 5 دقائق يتكلم عن مباراه البلاستيك بالامس اللي انتهت بفوز النادي الاهلي باربع اهداف مقابل لا شيء، يتكلم عن اداء بعض اللاعبين، يتكلم عن نصائح فنيه، يتكلم عن التركيز الكامل وطلب اللاعبين بالفوز على المقاولين العرب وحسم بطوله الدوري الممتاز. طبعا يمكن اغلب اللاعبين اللي شاركوا في مباراه بلاستيك بالامس النهارده بيعملوا تمرين خفيف في المستشفى الاول جيم وبعد كده تمرين ثلج علشان خاطر ما بقاش عليهم احمال. باقي اللاعبين كان تمرينات عطلات في الملعب ثم فقرات تخصص على الجول بمختلف الانواع ثم تقسيمه اختتمها يمكن مستر لاسارد. يمكن كان حريص في هذه التقسيمه ان يوقف التقسيمه اكثر من مره علشان خاطر يصلح الاخطاء. على الجانب الاخر كابتن طارق سليمان يمكن انفرد بالحراس الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شكبير واحمد طارق، يمكن عملوا تمرين قويه جدا تعلق فيها ولفت فيها النظر طبعا وابدى استعداده وقوته للمباراتين المقبلتين طبعا محمد الشناوي. يمكن مثلا ترتي في اثناء التمرينات اجتمع او انفرد بالكابتن محمد يوسف والكابتن سامي امصان لمده حوالي 3 ساعة في ارض الملعب. الاجتماعات مستمره، يمكن مستر لاشارتي بيمتاز فيها هو وباقي جهازه. يمكن مستر لاشارتي النهارده اجتمع مع السليه، يمكن عمل اجتماع معاه طويل. يمكن على الجانب الاخر برضو اجتمع مع احمد الشيخ برضو بعد نهايه التمرين برضو لفتره طويله. كابتن شرف حفيظ اجتمع بعد نهايه التمرين مع اللاعب احمد علاء يمكن برضه لفتره طويله. يمكن في اثناء التمرين كان في اصابه لمحمد شريف ولاحمد الشيخ ونزل لهم دكتور، لكن الحمد لله كانت الاصابات كلها خفيفه وقدروا يكملوا التمرين. على الجانب الاخر جلسات التاهيل مستمره لمحمود وحيد وطبعا نجم النادي الاهلي محمد محمود اللي بنتمنى له كل الشفاء خلاص من كاريته في الملعب من لمسات الكوره، يعني يمسك الخشب ما شاء الله بدا يرجع بدا يعود. بنتكلم في شهر شهر ونص باذن الله بيكون جاهز مع لاعبي النادي الاهلي. يمكن دي كانت ابرز ما كان في التمرين النهارده. بطمنك وبطمن كل مشاهديك وكل جماهير النادي الاهلي في جديه في تركيز في استعداد قوي لمباراه المقاولين العرب باذن الله يكون الفوز حالفنا يوم الاربعاء باذن الله. هل تم تحديد موقف محمود وحيد من المشاركه في مباراه المقاولين العرب؟ محمود وحيد بكره لسه هيتعمل له تيست. النهارده عمل تمرين تاهيلي، بكره هيتعمل له تيست التمرين. بكره باذن الله لو اجتاز هذا التيست هيكون ليه دور لو احتاجه فنيا مثل لو ما بكره ما اجتازش التيست لا هيكمل لسه بقى طبعا تدريبات. النادي الاهلي الفتره الاخيره ما بيستعجلش على لاعبيه، بيحاول اللعيب يخف خالص ويعمل فتره الاستشفاء او فتره التاهيل كويسه جدا عشان يقدر يعود مره اخرى بقوه ويخش مع لعيب النادي الاهلي. خليني اقول لك كمان اللاعب الافريقي الجديد إديان، يمكن الراجل النهارده معمول له برنامج تاهيلي، الراجل النهارده شارك في تمرين صباحا ومساء تمرين في الجيم. يمكن بعد اربع خمس ايام يبدا يشوفوا قياساته ويشوفوا الحمل بتاعه ومدى حمل بتاعه ومدى قياساته عشان يقدر يخش مع التمارين الجماعيه ولا لا، بس برضه مش هيتسرعوا عليه برضه بعد اجتيازه طبعا في استشفاء النجاح. تمام، اشكرك شكرا جزيلا زميلي شريف شعبان، كنت معانا من النادي الاهلي.